دايما بقول يا رب يا رب يا رب يكون عندنا رئيس اتحاد كرة مصري بنصف قوة وجمال ودلال وروعة وعظمة فوزي لقجع. فوزي لقجع الراجل المسؤول، الراجل المسؤول هياخد حق كل الجماهير المغربية من التصرفات الصبيانية الغير أخلاقية من لاعبي المنتخب المصري. فوزي لقجع راجل مسؤول ويعرف كيف سيأخذ حق المغاربة. لايك واشتراك، فعل زر الجرس، بيكم وبدعمكم الحلقة المهمة دي إن شاء الله توصل لأكبر عدد من الناس. فوزي لقجع خرج في تصريحات اليوم وأكد بأنه لن يترك حق السيدة المغربية التي تم الاعتداء عليها من قبل اللاعب المصري مصطفى سعد ميسي وإلقاء زجاجة معدنية عليها مما أدى إلى إصابتها. ايضا فوزي لقجع اكد انه سيكتب خطابا رسميا قويا للاتحاد الافريقي لكرة القدم يندد فيه بالحركة البذيئة للاعب المصري احمد عيد اللي اشار للجماهير المغربية بالرشوة والفساد، واكد بانه ينتظر عقوبة قاسية من الاتحاد الافريقي تجاه هذا اللاعب. ايضا فوزي لقجع عن موقف اللاعب المصري حسام عبد المجيد وعدم مصافحته أكد أنه لن ينظر إلى مثل هذه الأطفال، وأكد أنه هذا تصرف صبياني لا يعبر عن المصريين، وأكد أنه بعد هذا التصرف فوزي لقجع كلنا شفناه في الفيديو بعد ما حسام عبد المجيد مشى وفوزي لقجع بيسلم عليه فهو تجاهله ومشى، فوزي لقجع لم يهتم بالأمر ولم ينظر وراءه لأن مثل هذه الأطفال لا يلامون على تصرفاتهم الصبيانية. كل التوفيق لفوزي لقجع أنه يفضل ياخد حق المغاربة والمغرب، كل التوفيق لفوزي لقجع أنه فعلا راجل مسؤول، راجل شجاع، راجل عرف إزاي يطور الكرة المغربية من الفترة الأخيرة. شفنا نتائجها، المنتخب المغربي بيحصل على الكان، المنتخب المغربي الأول بيقدم إنجاز عظيم في المونديال، وإن شاء الله القادم أفضل وأفضل سواء في البطولات والإنجازات لكل الأندية والمنتخبات المغربية أو أيضا بالتنظيمات للبطولات الدولية في المستقبل القريب.